بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مشاهدينا الكرام، حفظة كتاب الله عز وجل السالكين درب الحفظ وتعليم مهارة الأداء، حياكم الله جميعا وبياكم مبارك فيكم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد باللقاء معكم على مائدة كتاب الله عز وجل. نستمع إلى كتاب الله يتلى، نتدارس أحكام التجويد والمقرأ، نعيش مع القرآن، نسعد بسماع كتاب الله عز وجل ونرتاح له. هذه الجلسة القرآنية المباركة في هذه المحضرة المباركة نعيش فيها معا في هذه اللحظات، مع آيات من سورة الجاثية من أواخرها، وذلك من قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، صلى الله عليه، إلى قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية 22 من سورة الجاثية إلى الآية 25 من السورة. معنا في هذه الحلقة مباشرة القارئين محمد عبد الله سلم ومحمد عبد الله وفا والبابا على اليسار. نستمع إلى روايتي ورش وقالون مع القارئين. نبدأ مع قالون مع سلم، يسمعنا هذه الآيات، ثم نستمع إلى رواية ورش مع قارئ فا، ثم نعلق على أحكام التجويد والمقرأ مدارسة وتذكيرا وتعليما للمبتدئين، وأخيرا نتواصل مع المشاهدين لنستمع إلى تلاواتهم الطيبة وأدائهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ مع القارئ سلم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله فيك، ما شاء الله أحسنت. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ولا أفرأيت زيد سيدمت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا 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 كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. سيد المد قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب بارك الله فيكما. قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه الهمزة تسهل لقالون ولورش وأرأيت وها أنتم وهؤلاء سهل وها أنتم سهل عنه وبعضهم لورش أبدل يعني سهل ورش وقالون أفرأيت عن نافع وبعضهم لورش أبدلا وهذا هو الذي به العمل لورش أفرأيت لورش نجيب دود اللي في ست حركات وست حركات يا فا ما هي قليلة ستة طويلة لا بد أحد ينتبه لك تمي مدها لينك ستة مدها طويل. أفرأيت لين نقرأ القانون نقوله أفرأيت من اتخذ إلهه ورش يمدها لأن وراها ساكن يمدها مد لازم لأن عقبها ساكن وأسباب المد ثلاثة الهمزة والسكون هذا عند في بعض تقسيمات أسباب المد وبعضهم يضيف الشدة فيقول أسباب المد ثلاثة الهمس والسكون والشدة وإن كانت الشدة تدخل في السكون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه بالفتح لقالون وحفص ونقرأها بالتقليل لورش هواه هواء تقليد
وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمن يهديه من بعد الله، هل يا الأولى من حروف الإدغام ب بغنة، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة ينمو. الياء هي الأولى من حروف ينمو الأربعة. إذن شو نقوله؟ غشاوة قبلها أيضا التنوين، تنوين قبل الفاء، حكمه الإخفاء، الفاء من حروف الإخفاء. غشاوة فمن يهديه، إضغاء إخفاء مع الغنة، مع الغنة، والغنة هذه لا بد أن ننتبه لها أيضا، لأنها دورها كبير في حسن الأداء، وهي حكم أيضا من أحكام التشويد، وكثيرة يعني تتكرر كثيرا، فمواضعها كثيرة تتكرر بتكرار موجبها. الإخفاء تلازمه الغنة. نقول غشاوة فمن يهديه، ما جبنا الغنة، جبنا الإخفاء غير ما جبنا الغنة. نقول غشاوة فمن، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه، أيضا جبنا إضغام مع الغنة. من بعد الله، هذا إقلاب نون الساكنة قبل الباء. أفلا تذكرون، تذكرون الذال لا بد نوصل رأس اللسان لأطراف الثنايا العليا. تذكرون، نقول أفلا تذكرون، تذكرون، تذكر، ما تمكن الذال وما أخذ حقه في المخرج كاملا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا المد منفصل، وما يهلكنا، والامداد عنده ورش كاملين، ستة ورش، ما عنده مد، ما هو ست حركات. منين يقضر عنهم؟ يقضر شهر أربع حركات، شهر مد البدل. مد البدل يعني تود الهمزة من رأسها مجبودة، كيف الآيات اللي هم تكررة، آياتنا، تعود الهمزة من رأسها مجبودة، بآياتنا، هذه الهمزة تمتد أربع حركات، وأربع حركات وراها مزاد ست حركات، ذيك الامداد الأخرى كامل المتصل والمنفصل، ورش يمدهم ستة كاملين، والمد اللازم ستة كامل عنده ستة. منين يجوا قاع ثلاثة ولا أربعة متتابعين ولا خمسة؟ والله أحد ينتبه شوي ويطارح باله. وما يهلكنا، هذا مد منفصل، إلا الدهر، لأنه الهمزة في بداية، في نهاية الكلمة، وحرف المد في بداية الكلمة الأولى، فلهذا قالوا مد منفصل وعنده ورش ست حركات. قالون له فيه وجهان، المد والقصر، والعمل له بالقصر، بينما قالوا ورش يمد ست حركات. وما لهم بذلك من علم، من علم، هذه النون هنا مظهرة، لأنه العين من حروف الإظهار. من علم، النون الساكنة حكمها تابع للحرف اللي وراها، لنعود الحرف اللي عاقبها من حروف الإظهار، معناها ليتود النون الساكنة مظهرة، همز فهاء ثم عين، عين، العين من حروف الإظهار. من علم، إن هم، لأن قرار الورش لا ينضم هذه الميم مع الصلة بالواو، ولا ينجبدوا الواو حتى الميم هذه، لأن ينجبدوها لين ست حركات، لأنه عاقبتها همزة. إن هم إلا يظنون، قالون يسكنها، إن هم إلا يظنون، وعنده وجه ضم أيضا، ضم يجمع جميعا، سواء قبلها همزة قطع أو ليست، سواء بعدها همزة قطع أو ليست بعدها همزة قطع. والنون المشددة فيها غنة أيضا، يظنون، سكنوا على هذه النون لين تجي الغنة. إذن القراية بالتجويد لا بد لها من انتباه والتركيز وعدم العجلة، تأودة يعني القراءة بتأني، تأني وعدم السرعة، لأنه هذا هو اللي ملاه ينتبه الأحكام ويطبقها. وإذا تتلى عليهم، تتلى بالفتح لقارون وحفص، بينما ورش يقول تتلى،
تتلى وإذا تتلى عليهم آياتنا أيضا. شوف هذا عليهم مد آياتنا مد عشرة مداد ستة وعليها أربعة عشرة ما زال جاي شيء أكثر من ذلك. ما كان حجتهم هذا واحد إلا اثنين أن قالوا تو بآب هذا واحد أربع حركات هذا باء ست حركات بآبائنا نون هذه الأخرى ست حركات إن هذا حد لا يقرأ في بليده كامل لا يقرأ الآية كاملة لا يجيب فيها الأمداد كامل ورش حد قد يقرأ الآية كاملة لا يجيب فيها الأمداد وحد ما قد يوقف الوسط ومن ثم يرجع لبعضهم اللي يوقف البعض باللي الآية كاملة فيها اسم الأمداد وذاك صعب قرايتها كاملة وإن كانت ليست طويلة سطر ونصف تقريبا. وإذا تتلى عليهم واحد آياتنا اثنين حجة ما كان حجتهم ثلاثة إلا أربعة بآ خمسة هذا مد بدل وحده الآخرين كاملين هذا مد بدل وسابق واحد آخر مد بدل باء ستة سبعة السبع أمداد فيهم اثنين أربعة كلهم أربع حركات والآخرين كاملين ستة ستة. أنا هذا لا بد ملاهي شوي ينتبه ويعود أم اللي مصطبح أم اللي فاطر إيش مرة مع راسه. طيب قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم قل الله يحييكم ثم هذه الميم مشددة فيها غنة ثم يجمعكم أيضا غنة ثانية يجمعكم قلقلة يجمعكم إلى قرين القارون نقرأ الورش نقول يجمعكم ثم يجمعكم ينشب ست حركات إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه النون فيها غنة أيضا نون مشددة فيها غنة وأيضا مرتين. هذه الغنن لاحظوا هنا لأنها تتكرر كثيرا وهذا يقتضي الانتباه انتباه لهذه النون المشددة المتكررة والميم المشددة المتكررة ثم يجمعكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ولكن أكثر الناس وغير ذلك إلا يظنون كثيرة مواضيع الغنة في النون والميم مشددتين هذا يتكرر بكثرة. أيضا عندنا مواضيع الغنة الإضغام بغنة في غنة عندنا الإخفاء في غنة لا بد من جيب الغنة وهكذا. إذن هذه الأحكام لا بد ننتبهوا لها ونطرحوا بالنا ونركزوا ونعرف عن التجويد منين يتم مثلا يطيح حكم من هون وينقص حكم من هون وينقص إذن التلاوة تصبح واضح فيها ذلك إياها قلت التوازن وقلت الإتقان بينما من يعود حد منتبه مركز يجيب الأحكام كاملة تعود تلاوته متوازنة ومتقنة ولا فيها استدراكات كبيرة وأيضا لا تنفر الأذن منها دائما التلاوة اللي فيها اختلالات دائما الأذن تنفر منها تنفر 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 كلما سمعت خطأ نفرت يعني الأذن طبيعتها مثلا متعودة على الأحكام الصحيحة مجرد تسمع حكم ما هو صحيح تقشعر وتنفر تحس بذاك. نعم بارك الله فيكم وبارك الله في مشاهدينا الكرام. إذن هذه كانت فقرة في تذكير الأحكام في التذكير بالأحكام والتعليم أيضا للأحكام بالنسبة للمبتدئين والتذكير بالنسبة للطلبة المهرة المجيدين. نبدأ على بركة الله تعالى في الاستماع إلى تلاوات المشاهدين لتصحيح هذه الآيات. إذا كان هناك متصل جاهز يمكن أن نستقبله. نعم هذا الصوت شو كانكم تقفلوا هذا الصوت اللي راجع
نعم. إذا ريثما يتصل أحد المشاهدين نذكر بالاهتمام بضرورة الاهتمام بمخارج الحروف وصفاتها، وأن مخارج الحروف لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول هو إخراج الحرف من مخرجه، هذا هو الأول. الثاني تمكين الحرف في مخرجه، منين يعود الحرف يخرج من مخرجه غير متمكن يتم النقص اللافم، وهذا يحصل باش يحصل باش ينقالوا الترويض، تدريب، ممارسة، معايشة، حد يتم يعايش التجويد ويمارسه، سواء كان ذلك عن طريق السمع وعن طريق الرؤية وعن طريق التطبيق المباشر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، زيدوا ذاك الصوت شوي. الله يحييك ويبارك فيك. الشيخ محمد المهدي صوتك ما هو مسموع حتى. معك الشيخ المنذر رواية وقت إن شاء الله. أيوه بارك الله فيك، تفضل شيخ. معك الشيخ المنذر رواية وقت. وأخيرت وأخيرت فيكم الشيخ المهدي، تفضلوا مرحبا بكم. تفضلوا. أسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا ظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله فيك الشيخ مهدي، ما شاء الله أحسنتم. نعم. إذن طول العمر مرحبا، تفضلوا. مرحبا بك، تفضل طول العمر. نذهب برواية خالد إن شاء الله. الله يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا قل الله يحييكم ويميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله فيك طول عمره أحمد وسالم بارك الله فيك أحسنت ما شاء الله نعم كلمة أخرى وعليكم السلام ورحمة الله أنا معك أحمد من الزيارات مرحبا بك أستاذ أحمد تفضل أستاذ أحمد أنا معك أستاذ أحمد يا أستاذ أحمد رواية حمص والله تفضل مرحبا بكم استمع عليك أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أستاذ أحمد زيد شوي الصوت إياك نعبد وإياك نستعين صوت هذا الميكرو ما هو جيد هذا اللي في الأذن إن الصراط المستقيم ايوه ديرت زيدوا له طيب بارك الله فيك سيدي احمد الصوت ما هو مسموع حتى لكن بعد واصل الله يبارك فيك سيدي احمد احسنت ما شاء الله نعم مكالمه اخرى تصل اخر نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل
تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم الفضلي. الفضلي تفضلي. تفضلي من الفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضلي. ذيك الهمزة المكسورة، ذيك الهمزة حدا يبدأ بها يقراها مكسورة. ذيك همزة الوصل حدا يبدأ بها يقراها مكسورة. اهدنا. إيه. يقراها مكسورة حدا يبدأ بها. اهدنا. أيوة. تمام. بارك الله فيك ان شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. طيب الله يصلح لكم الحال المآل، يسرنا اموركم ويقضي حوائجنا وحوائجكم. نعم لا اذا نعم لين نرجع لكم ان شاء الله بعد قليل، لعد ما فيه ما فيها طرح حد الخط، نسمعوا الايات مره اخرى مره ثانيه من مع القارئين. فهو سلمون، نبدأ مع سلمون. تفضل سلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات وهذه الآية التي كنت ترى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعود والتدرب على طول النفس يحصل بالإعادة المحاولة. مثلا ما قد المرة الأولى يحاول المرة الثانية لين يعود عنده أوقات، يعني أوقاته هو أوقات فراغ عنده، يعود نفسه على طول النفس ودرب عليه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نعم هذا صعب شوية، امداد ورش حدها مشبهة كاملة نحتاج نفس طويل. نعم إذا كان هناك متصل يمكن أن نستمع إليه. نعم تفضلوا. السلام عليكم. محمد سيدي محمد. مرحبا بك محمد سيدي محمد، تفضل. محمد سيدي محمد مرحبا بك، نستمع إليك، تفضل. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. لك ما هو اسمه؟ أهو محمد اتصال ما هو واضح، واضح خط ما واضح، بس في انقطاع الخط عن الأخ طالب سيد محمد. محمد سيد محمد نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو عماد الشيخ. مرحبا تفضلوا. معك محمد الشريف. ها؟ محمد الشريف. محمد؟ معك محمد الشريف. محمد الشريف تفضل. محمد الشريف. تفضل مرحبا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دلوقتي ورش. ايوه تفضل ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
به وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فقالوا لا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إلا يظنون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا حاول تزيدك الإمداد شوي إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إلا أن قالوا ائتوا ياك تاء مد طبيعي لا تزيدوا يا غير الإمداد الآخرين زيدوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله فيك تنتبه للغنن الغنن زيادتها شوي والأمداد كذلك زيادتها زيادة الأمداد عند ورش بارك الله فيك أحسنت نعم شيخ حياك الله الله يحييكم مرحبا بكم حيا الله الشيخ وحيا الله المشاهدين يا مرحبا أهلا شيخ محمد وي مرحبا أهلا مرحبا بكم سهلا وعليكم السلام مرحبا بكم وسهلا مرحبا أنا لا ينقرا إن شاء الله زلزلة صوت زلزلة والله والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها نعم شيخ نعم تابع يومئذ يصدر الناس عباتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قريت برش والله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شيخ محمد بوي شيخ محمد بوي بارك الله فيك شيخ محمد بوي على العادة تقرب ورش فمن يعمل مثقال اشتاتا ليرى وأعمالهم اشتاتا ليرى وأعمالهم ذاك الواو يقراه ورش مفتوح بحركة الهمزة بحركة الهمزة نعم يقراه بحركة الهمزة لأنه ينقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة اشتاتا ليروا أعمالهم ذيك حركتها ينقلها ورش شور الواو تالي تعود الواو تنقرأ مفتوحة اشتاتا ليرى وأعمالهم بارك الله فيك أحسنت الشيخ محمد وي هذه السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها من بعد سمعوها الخليطة اللي هم بعد اللي يقولوا وما يهلكنا إلا الدهر بعد قلت ما أعرف عن ذاك بعد كذيب ما هو حق عن بعد وما يهلكنا على القول بعد لأنه قول كاذب بعد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر عن بعد القول بعد عنه كذيب حق الأقوال الكاذبة حق اللي لا أصل لها به اللي باط الأجال كتبت من قبل
ولا تتأخر نفس ولا تتقدم، وكل شيء عنده بمقدار. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، لكن اللي لنا في ذاك. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بنعمة الإيمان، وأن يزيد هذه النعمة على كل مؤمن، يزيد إيمانه ويقينه وثباته واتباعه واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. هذا نور الإيمان اللي أهله ما يقولوا ذا النوع من الكلام والكثير، هذا يقولوا ما عندها نور الإيمان، صلى الله عليه وسلم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. طيب، إذن هذه الآيات استمعنا إليها بفضل الله عز وجل مع قراء ومع بعض المشاهدين، واستمعنا إلى معانيها وإلى أحكامها وتطبيق هذه الأحكام وما تحمل هذه الآيات كذلك من معاني عظيمة ينفر منها المؤمن والقلب السليم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ويستعيذ من هذه الأمراض، أمراض القلوب وفتن القلوب. وإذا سمع المؤمن هذه الآيات يستعيذ ويحمد الله ويشكره على نعمة الإيمان وعلى نعمة الاهتداء ونعمة التوفيق لأوامر الله سبحانه وتعالى والاستجابة لها، ويشعر بنعمة بصيرة الإيمان، بصيرة الإيمان ونور الإيمان، لأن يسمع وختم على قلب سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. نعم، إذا كان الوقت انتهى في نهايته هذه الساعة وهذه الحصة القرآنية المباركة، نشكر الإخوة المشاهدين ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونشكر كذلك القارئين سلموا والمحمد عبد الله والقارئ فاه والبابا على حضورهما هذه الحلقة وتلاوتهما الطيبة. والشكر موصول للإخوة والفريق الفني الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة بمجالاته المختلفة وأدواره المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم خدمة كتاب الله عز وجل، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتهم جميعا، إنه لذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول في التعوذ المختار. الحمد لله رب العالمين. القول في التعوذ المختار، هذا القول قالوا لا يتكلم فيه عن التعوذ حكمه، القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. القول لا يتكلم فيه عن التعوذ، التعوذ من نفسه وحكمه في الجهر والإسرار، من درى كانوا يجهر به والله يسر به اللي هو التعوذ. فقد أتت في لفظه أخباره غير ما في النحل لا يختار. قال إن هذا القول إن أتت في لفظه أخباره هي أقواله، وغير ما في النحل لا يختار، معناها بأنهم وردت مسائل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. وغير ما في النحل لا يختار،
والمختار والذي به العمل هو ما ورد في سورة النحل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللي قال صاحب النص وغير ما في النحل لا يختار. لقد جرى الأخذ بما في النحل وغيره ترك فاتبع. أي وذلك واضح معناها أنه الأخذ، قال أن العمل جرى ما في النحل وغيره ترك فاتبع نقلي أي نصي. الجهر ذا عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. أي والصمد رأى الحكم فيه كانوا يجهروا به ولا يسروا. والجهر ذا عندنا في المذهب يعني مذهب الإمام نافع والإخفاء رواه المسيب. اللي به العمل هو الجهر به، معناها الجهر به ما هو الإخفاء. عمل البلاد بالجهر شراء في الشرق والغرب. وإن كان الإخفاء وجه رواه المسيب، ولكن العمل به هو الجهر بالتعود. وهو اللي قال لك عمل البلاد بالجهر شراء في الشرق والغرب. الذي به العمل في البلاد شرقا وغربا هو الجهر بالتعود كما تقرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، صدق الله العظيم.